السلام عليكم. الكثير من الناس يعاني من مشكلة النسيان، وفي وقتنا هذا انتشرت هذه الظاهرة كثيرا. يعني الكثير من الناس عندهم هذا المشكل، يعني والله تعبتنا هذه الظاهرة. أنا واحدة من هذا الناس، استعملت هذه العشبة والحمد لله الوصفة جت لي نتيجة، ولهذا حضرت لكم هذه الوصفة الطبيعية والسهلة والبسيطة جدا. استعمال مكون واحد وهو معروف لدى أغلب الناس، وهو إكليل الجبل أو حصى البان أو ما يقال عنه الروزماري. يعني قبل تقديم هذه الوصفة، أتمنى منكم تشتركوا في القناة، وذلك بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس. أكيد إذا أعجبكم الفيديو سجلوا إعجابكم. لا أطول عليكم، نبدأ مباشرة في الوصفة. بسم الله، يعني هي وصفة سهلة وبسيطة جدا، لا تأخذ من وقتنا الكثير. فقط نعمل مشروب من عشبة إكليل الجبل، يعني أن نغلي مقدار كأسين من الماء ونضع عليهم تقريبا ملعقتين كبار من هذه العشبة، نتركها نصف ساعة ترتاح، ثم نصفي هذا المشروب ونشرب كأس صباحا وكأس مساء مدة يعني مدة 20 يوم أو 25 يوم، وستلاحظون النتيجة والفرق أكيد سيكون واضح بإذن الله. يعني أعيد الوصفة مرة أخرى، يعني وصفة سهلة جدا بسيطة جدا. نغلي مقدار كأسين من الماء ونضع عليه تقريبا ملعقتين كبار من العشبة، يعني عشبة إكليل الجبل، بعد ما نكون أكيد غسلتها ونظفتها جيدا. نترك هذا المشروب يرتاح تقريبا نص ساعة إلى ساعة، نصفي هذا المشروب ونشربه من الأحسن بدون سكر. نشرب كأس صباحا وكأس مساء مدة 20 يوم إلى 25 يوما تقريبا. يعني إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة السهلة والسريعة والطبيعية، أكيد نتائجها يعني فعالة. أنا حبيت نوريكم عشبة إكليل الجبل مباشرة، صورتها لأنه الكثير من الناس، ولا قليل من الناس ما لا يعرف هذه العشبة. يعني هي عشبة عطرية، وكثير من النساء يستعملونها في الطبخ، يعني رائحتها زكية، وهي من الأعشاب الخشبية دائمة الخضراء، يعني دائما خضراء. الكثير من الناس يغرسونها في منازلهم، ذات رائحة عطرية، وهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن كالحمض والفوليك وفيتامين آ والحديد والفيتامين سي، يعني تساعد كثيرا في تحسين الذاكرة. يعني إن شاء الله تكونوا تعرفتوا على العشبة وهي عشبة إكليل الجبل، إن شاء الله تستفيدوا من هذه الوصفة. فقط أتمنى منكم إخواني وأخواتي أنكم تشتركوا في القناة وتدعموها، يعني تضغطوا على زر الاشتراك وهو الزر الأحمر، وتضغطوا على تفعلوا الجرس، وتسجلوا يعني إعجابكم، تعطونا آراءكم في هذه الوصفة